هو ببساطة يعني هي الفكرة جات لي من كام سنة، فاتوا من مدة واتطورت طبعا مع الوقت. يعني I started يعني to be much more interested مش في الساينس إنما أكثر في الجنرال ساينس، وعملت كنت محاضرة ما أعرفش حد فيكم شافها ولا لأ، كنت مسميها Lesson from being in academia for 23 years اللي هي المحاضرة الفيلمي. اعتقد فيه اعتقد ناس من الناس من شافوه. اي كود درس، ولو اي حد يحب يقاطع يفتح المايك. هو از ذا سبيكر يعني انا اي ماي سيلف، انا محمد فرج، صيدله جامعه القاهره، وحاليا استاذ زائر بالجامعه الامريكيه، واي جوت ماي بي اتش دي من الولايات المتحده، وهاف بين ان جيرماني فور وايل. ده الريسيرش جيت اكونت بتاعي اللي هو الناس اللي تحب تعرف، وده زي بسميه الفيسبوك سوشياليزيشن. ويمكن في معنى هنا دكتور احمد مدياني ده من ماليزيا، ده اتعرفت عليه من خلال الفيسبوك الريسيرش جيت وبقينا اصدقاء. فيعني الريسيرش جيت ده بيتريموف باريرز يعني. جاست كويك، انا اي سبيشاليز في انا في صيدله، اي سبيشاليز في حاجه اسمها الميتابولومكس، يعني ده مش التوك بتاعتنا خالص، او جاست جو ثرو ان وينك يعني مش هطول عليكم. اللي احنا بنعمله احنا we do analysis with application في the human side and plant side, genetic factor, age, environment, disease or drug. These factors احنا بنشوف ايه الايفكت بتاعتها على الميتابوليك ريسبونس بتاع الهيومن. يعني we started to go recently كمان بنحلل الحاجات الانشنت، الشيء قلت يعني احنا اولى بالفراعنه، مفيش اولى منهم من احنا يعني. I started to work مع البعثات اللي هي في مصر، بنحلل الاكل ونشوف ايه الكيميكال كومبوزيشن، وبدانا نشتغل من مده في الموضوع ده. طبعا انا مش باي ذا واي يعني انا مش واخد اي دوره من دورات اللي هي بتتعمل للحاجات دي هاو تو رايت، انما اتس اول اونلي باي اكسبيرينس ولايف اكسبيرينس. بس انا اي ام ان اميتر، اي ام نوت ان اكسبرت يعني. يعني اي سيرت اون ذا اديتوريال بورد بتاع كذا مجله، فاي هاف سم اكسبيرينس، وريفيور لمعظم البلان جورنالز. طبعا as expected يعني وللاسف ان الليكتشر از نوت انتراكتيف، بس يو ار فيري ماتش ويلكم تو اسك كويستشن تو كولابوريت، ويعني اتس غانا بي ان انتراكتيف توك. انا عندي سيريس على فكره، ما اعرفش في منكم شاف، هي في اول واحده هاو تو رايت ا بيبر، دي كانت بدات من ان كنت من كام سنه نشرنا بيبر في النيتشر بروتوكول وقعدت 3 سنين، فانا اي ثوت بقى تو ديليفر الاكسبيرينس للكوميونتي يعني. دي كانت اول محاضره عملتها من كام سنه فاتوا، وفي محاضره اسمها هاو تو دو ريسيرش ذا رايت واي، دي على ريسيرش اكتر بس موصل صيدله للاسف طبعا. وفي واحده دي الفيفوريت عندي اسمها هاو تو جيف ا دايناميك برزنتيشن. وفي حد عارف الفيلم ده؟ حد فاكره؟ What women want. Exactly. أنا عملتها بقى What grant reviewers want على grant application وHow to write a successful grant. النهاردة بقى اللي هنتكلم عليها هي What is a review paper, how to write it, وHow to judge any scientific paper. وفي بقى محاضرة عامة مع دي عملناها من كام أسبوع كده، في ناس أعتقد حضروها، اللي هي بتجمع كل ده في فيلم واحد. دي ان شاء الله مره كده نبقى ايه نعمل دي بقى اللي هي السمري بتاع كل حاجه يعني. هي المحاضره دي كانت اخر مره اتقالت فيها كانت في الاي او بي من سنه تقريبا، فالنهارده بقى هنتكلم على اوت الجزء بتاع هاو تو رايت. شايفين اللي اوت ده؟ واتس ريفيو بيبر؟ واضح شايفينه. طيب هي يعني divided into three parts. اللي هي أول حاجة بنسأل بنجاوب على السؤال what is a review paper, how to write it, وin general يعني حتى كتبت أو ما كتبتش, how to judge any scientific paper. وبدأت من مدة أنا الحظر قضيته على يعني حاجة أعملها وظروفي مش مسامحة غير بكده، فبدأت إن أنا أكتب reviews في الفترة اللي فاتت كتير يعني. هي how to write a review paper، إحنا هنوقف على 3 محطات. اول محطه في هنتكلم عليها هي واتس ريفيو، عشان يبقى للي برضه ما يعرفش وات از مينت باي ريفيو بيبر. ذا سكند ستيشن وود بي هاو تو جادج ا بيبر تو رايت ات فور ا ريفيو، اند ذا ثيرد ستيشن وود بي هاو تو رايت ذا ريفيو اتسلف ات ذا اند يعني. ذس از جيفن باي ماي سيلف. اللكتشر جول طبعا ذات يو جيت اكوينتد وذ ساينتفك بيبر اند
six types. وعلى فكرة this lecture was made for graduate students at the ASC the first time who knew nothing about research. Yeah. But it's made very basic, very simple. Where I was given this advice from my advisor. The best presentation هي اللي بتبقى very simple, starting from zero for all audience. Yeah. فمعلش اللي عارف يستحمل بس we will reach at the end. فهي to get you acquainted with scientific paper and its type, to know the purpose of a review paper, ال critical thinking, reading and writing, and it's gonna be interactive. يعني in general the types of papers اللي احنا بنشوفها في الجورنالز للعلم في عندي full research paper, في ال communication review. حد عارف الفرق ما بين ال full research وال communication؟ حد عنده خلفية؟ يعني I'd like to هو ال full communication بتبقى paper research paper بس بتكون result قليلة جدا بس very conclusive. يعني you do the experiment and you don't need to do more to substantiate your conclusion. طبعا هي communication دي بتكون قليلة جدا في الجورنالز وقبولها صعب لأن عشان في ناس كتير عندها tendency إنها they do an experiment and they want to publish the experiment. فالcommunication لازم قبل ما نفكر إن إحنا to submit it we have to think very carefully إن these results are enough to answer the question we are asking. فهو ده الكوميونيكيشن انما انا مش هتكلم النهارده لا على الكوميونيكيشن ولا على الفول ريسيرش انا هتكلم على الريفيو بيبر اند ليتس ديسكاس وات از ا ريفيو ايه الفرق ما بين الريفيو والريسيرش ارتكل انا بحب اخد امثله كده من حياتنا الافلام كحاله يعني لو انا النهارده قاعد فاضي وعايز اتفرج على فيلم رعب مثلا نايت مير عايز اتفرج على فيلم يخوف هورر فيلم فوان واي ان انا امسك المكتبه واتفرج على فيلم فيلم مثلا هتفرج على دراكولا على الامريكان وير وولف في لندن او اسهل ان انا هجيب دوكيومنتري يكون لخص كل الافلام الهورر موفي اللي اتعملت في تاريخ السينما ويقول لي الافلام دي ايه قصتها ان بريف ايه ميزتها ايه عيوبها ايه الاختلاف اللي ما بينها وبعد ما اشوف الدوكيومنتري ده اقول خلاص انا هتفرج على الفيلم الفلاني فهو الدوكيومنتري بيلخص لك حاجة معينة أنت عايز تسمعها in brief وهي دي برضو فكرة الـ review article اللي هو it does the same it deliver it summarizes several things in one على فكرة الـ أنا دي على حس الأفلام يعني هي دي true story فعلا أنا كنت أول مرة أكتب review كان في class في الـ AUC من حوالي 3 سنين وفي واحدة قاعدة هي دلوقتي من أبطال بس طالبها هي ساعدت في الموضوع انه يحصل وكان كورس جراديويت وكورس صعب مش لطيف وفكرت في وقتها ان قلت لهم هم لا حابين ولا انا كمان قادر اتقبله بس قلت لهم احنا هنشوف توبيك وذين الكلاس ده ونكتب عليها ونحاول وانشرها لكم وعلمتهم الريفيو رايت البيبرز الى اخره وحقيقي يعني سو فار الكلاس ده لغايه دلوقتي هم كانوا تقريبا عدد طلبه صغير جدا اي ثينك 7 انما نشرنا ثلاثه بيبر الافريج كان من 6 ل 8 امباكت فاكتور فده كان ظاهره الفكره اللي تفكر فيها ان الطلبه دي عمرها ما كتبت وكمان ات واز نوت ذير اريا اوف اكسبرتيز دي كانت الدليل اللي هو اول واحده طلعت فيها كانت عن التشيز رايبنينج والكيمستري بيهايند ودكتوره اميره خطاب معانا اللي دايما بشكرها هي كانت الفيرست اوثر هي ما كانتش سهله الطلبه بس هي اللي ساعدتني ان احنا to wrap it up at the end. إنما هو كان شغل الطلبة وكتابة الطلبة based على التوجيه اللي أنا وجهته. يعني طيب أول حاجة طبعا قبل ما نسأل الريفيو هنعمله لو بنفكر نكتب ريفيو طبعا from where to get an idea to write upon. دي أول حاجة لازم تفكر فيها. وبعد كده بقى how to write it يعني. فال very famous هنا بقى خلاص هنفتح الستارة ونركز. أول حاجة منين to get an idea. هعمل لكم كده كرتون صغير واحب اسمع شايفينه ده بيمثل ايه كتير انك اتصدمت صح ده مين exactly هي think outside the box لو انت عايز تكتب ريفيو كويس على فكره هي مش انا دايما اقول للطلبه بتوعي باي ذا واي اصعب حاجه هي البوينت ات ذا بيجنينج لان كله كتب حاول تفكر في حاجه ما حدش فيها
way of interest للريدرشيب يعني. فثينك اوتسايد ذا بوكس. الريفيو ارتكل فكرته ببساطه هو كومبايلينج سيفرال كل البيسز اللي على التوبيك دي، وتبدا انت بقى مش كومبايلينج وبس، تو هايلايت ايه الكونتروفيرسي اللي في البيبرز دي، ايه الحاجات الديبيتس، ايه الحاجات اللي عليها كونسنسس. So in principle an article review is a critical evaluation of literature in through a summary, classification, analysis and comparison. Present a survey of preceding literature. طبعا بنحاول to cover مرحلة زمنية معينة، ويفضل طبعا في الريفيو by the way من خبرة يعني انه ما يكونش مرحلة قديمة. يعني حتى لو الطب ان انا ما اجيش هعمل ريفيو مثلا للليتريتشر في الثمانينات والتسعينات لان ده قديم شويه، فايتس باتر تو بي اوفر ريسنت ليتريتشر يعني ستارتنج فروم 2000، وده اللي يخلي كمان الناس تحس ان هي زي ما بنقول عليها دايما هوت توبيك يعني. سو بريزنت ا سيرفي اوف بريسيدنج ليتريتشر اون ا توبيك. ثانيه واحده بس عايز بريزنت ا سيرفي اوف بريسيدنج ليتريتشر. Explore ways that others have solved similar question. Outline a relationship in text. ده اللي هنتكلم عليه أكتر من مرة. Evaluate the quality of the literature. هل يعني أنت هتجمع كل literature؟ هل هتكتب من كله؟ مين اللي هتوافق عليه ومين اللي هترميه؟ وهترميه على أي أساس؟ يعني it's not gonna be يعني زي ما بقول عليها ساعات cherry picking. يعني مش هنختار إحنا papers على مزاجنا. لا، we have to be very critical. وفي حتى دلوقتي بالذات الحاجات زي الميتا اناليسيس you have to follow a protocol عشان how to judge or misjudge a paper يعني. Establish، ودي اهم حاجه في الريفيو بقى دي اللي فعلا establish the gaps. يعني انا دايما اقول ان الريفيو is made to build to bridge gap of information. يعني الناس بتقرا ريفيو، انا فاكر كان مشرفي الامريكاني كان يقول لي لو عندكش افكار عندك حلين، يا اما تروح كونفرنس عشان تسمع لكونسنتريتد information على topic اللي انت عايزها، او تقرا ريفيو. ولو ريفيو قوي، لان ريفيو فايدته مش ان هو to pile in literature، لا، to suggest what's missing in the science. فانت تعمله هتفكر لان هو جرعه مكثفه جدا من الانفورميشن على topic اللي انت عايز تشتغل عليه. Again, it's a critical analysis of existing literature allow you to gain a critical understanding of your field. Opportunities to think about what has been done and the similarities, the pattern, identifying the strengths and the weakness in your field. زي البلوم تاكسونومي الشهير جدا اللي احنا كلنا بنوه من التيتشنج بتاعنا، اي حد فينا خد كورس بلوم تاكسونومي، اي تيتشنج بنفكر فيه احنا ان احنا يا جماعه بس نقفل نعمل ميوت. هما كتير. طيب طبعا اول حاجه في مرحله في التيتشنج عندنا في النوليدج، الاندرستاندينج، الابلكيشن، الاناليسيس، الفالويشن. انا اتخيل من الريفيو ده اكوردنج تو ذا بلوم تاكسونومي ان احنا ما يبقاش مجرد نوليدج، انما يبقى واصل لمرحله اندرستاندينج كده كويس قوي، مش متوقع او يا سلام لو اناليسيس، انما مش ان انا يبقى جاست ا نوليدج بيس. الكريتيكال ثينكينج يعني ده احنا بنفكر واحنا بنكتب why how does that work، ده اكس بيقول كده، why بيقول لا، ليه. we have to be very critical and starting to be asking questions يعني. so think about what a research aim بتاع البيبر ده اللي هنتكلم عليه in details يعني، ما تقلقوش. هل البيبر دي research aim بعد ما قرناها was it really achieved، وده اللي هنتكلم عليه يعني، هل هو نجح انه فعلا to answer the question، ايه البروبلمز اللي كانت عنده في الاكسبيرمنتال، لو كانت البيبر دي ماشيه في باترن مختلف وريزلتس بخلاف الناس الثانيه لازم في جاستيفيكيشن، ودايما الجاستيفيكيشن بعاده بيكون في الاكسبيرمنتال بارت. ايه الجزء اللي تاخده؟ ايه الجزء اللي ما تاخدوش؟ وبيزد اون وات؟ اهم من ده طبعا هاو تو جادج ا بيبر، في سؤال مش برضو قد يكون سهل وصعب في نفس الوقت. انا هاخد مثال عامله على انا هضطر نعمل ميوت. الطالبة دي هي كانت هايدي صالح، تخرجت من عندنا من الـ AUC. أنا عملت عليها قصة الـ How to Judge a Paper.
هقولها ببساطة يعني هاي جي she wants to go and buy a pants a blouse whatever. هاي هاي دي would buy it from where؟ احنا عندنا في مصر في عندنا ممكن we can buy from the street or we can buy from a brand a mall مثلا. هي هاي دي would decide on the brand. فهي هتشتري البانت بتاعها من American Eagle Outfitters. هل هي هاي دي هتخش الامريكان ايجل البراند ده وتاخد اي حاجه؟ لا, she would go and browse and look at what suits her style. يعني السوتينج ذا ستايل هي بقى البيبر تايتل اللي هي البيبر اللي انت هتشوفها لاول مره. This is اللي انت بتشوف البنطلون البانت الجارمنت دي اول مره. You would like it or dislike it. انما you will not buy it for sure unless that you do what. مع ان احنا دلوقتي بنشتري اونلاين دلوقتي كتير, انما unless that you try it. وده اللي بقوله ان احنا we cannot judge the paper on just the title او السامري بتاعها. ان احنا we need to reading بتاع البيبر هو ان احنا we put it on. To judge a paper هي ال judgmental part. يعني طبعا اللي بيساعدنا اكتر في الحكم على الحاجات الاشياء دلوقتي في عالمنا الرقمي زي ما بقول هي الارقام. ومن اشهر الارقام حاجة طبعا عارفينها انا عامله زي الثالوث اللي هو التريانجل ده اللي هو التري اسبكت بتاعت اي بيبر. هي منشورة فين؟ الجورنال دي ايه؟ وايه هو الامباكت فاكتور بتاعها؟ ايه مين الاوثر اللي كتبها؟ لو يعني انا على دراية بالناس اللي في المجال والورك انسايد تو جادج. يعني طبعا للناس اللي ما تعرفش يعني فيري بريف اكيد كلنا خلاص تقريبا عارفينها هو الامباكت فاكتور وهو ده ريليشن شيب ما بين الجورنال والسيتيشن اللي بتطلع من البيبر اللي ببلش ان ذس جورنال. وده بيتغير كل سنه بيزد على السيتيشنز اللي بتطلع ويت جوز فروم 0 تل 50 للموست هايلي سايتد جورنال. ات جوز تو ذا بريفيوس 3 ييرز زي ما احنا عارفين. سو ان امباكت فاكتور اوف ان اكاديميك جورنال ريفير تو ذا افريج نمبر اوف سيتيشن تو ذا ريسنتلي ببلش بيبر ان ذا بريفيوس 2 ييرز. كانت في حاجة كانت عجبتني كنت سمعت بيها من ناس بتوع كلاريفات كانوا جم عندنا الـ AFC مرة وحكوا قصة غريبة إن كانوا عاملين سبيشال إيشو في مجلة ألماني واكتشفوا إن في السبيشال إيشو ده الجيرمن ده إن البيبرز عكس بعض مع إن هو نفس التوبيك ونفس الفوليوم ونفس العدد بس البيبرز بالصوت إن لقوا إن الهايناف كونتراديكتينج إيتش أذر. فقال لك طب حلها ايه القصه دي؟ يعني we have a case in which in the same journal 50% of the papers بيقولوا ان محمد فرج he doesn't know much. 50% of the papers they say لا محمد فرج he knows a lot. فهنصدق ال 50 ولا ال 50؟ قال لك خلاص we need to look at what. تفتكروا ايه حل البروبلم دي لو انا عندي ان انا I cannot really distinguish by the number. في نمبر ثاني وده مهم جدا على فكره اللي هو ايه تفتكروا؟ السيتيشنز. ف وي لوك ات ذا سيتيشنز كومينج فروم ايز بيبرز. ولو انا عندي السيتيشنز اللي بتقول اكتر اللي من ان محمد فرج از ا جود بيرسون مثلا اي وود جو فور ذات اللي هو حكم التاريخ بقى زي ما بنقول عليه يعني. ف وده دايما اقوله للطلبه بتوعي مثلا وان دي دو بروتوكول هتعمل لاب بروتوكول ما تطلعش بروتوكول منشور في مجلة it was never cited. يعني أكيد لو هو بروتوكول كويس بس الناس استعملته. ف the number of citations حقيقي ما نقدرش يعني as far as we have is a best model to judge papers. Look at citation to judge between papers. طبعا ال impact factor دوت برضو في حسب الديسيبلين في مجالات الامباكت فاكتور فيها اعلى من مجالات تانية. فبدانا نلجا لرقم تاني بقى مشهور برضه بدانا عارفينه كلنا اللي هو الكيو. الكيو بتاع الجورنال اللي هو قال لك احنا we would look at journal within the same discipline and this is what we call as the كيو. هنا مثلا انا جمعت لكم البيبرز اللي في الفورستري علم الغابات. فاحنا usually the good journals are within the Q1 and the Q2. فلو انا مثلا بعمل ريفيو وده بقوله للطلبه للناس اللي بتشتغل معايا او ماي كوليجز بقول لهم خش على الداتا بيز اللي انت بتجمع عليها وتاكد ان يور بيبرز ار كيو 1 اند كيو 2 اند وي تراي تو افويد باك كيو 3 او كيو 4 لان دوس وود بي. ايه الفكره؟ ان احنا عندنا ما يبقى حاجه كيو 1 دي بتبقى انا عندي ثقه انها ات واز ويل جادج ات واز ويل ريفيود ات واز ويل جادج لان المجله دي هاز ا جود امباكت فاكتور. ف
فالQ is a reflection of the credibility of the journal. Make sure that people you are citing is published in Q1 to Q3. Recent years have seen a massive, طبعا وخصوصا اليومين دول احنا من كام سنة في عندنا هجوم رهيب من مش من كل الاوبن اكسس انما بقول عليهم البريداتوري جورنالز في ببليكيشن كتير جدا ما فيش فيها اي ليجيتيميت بير ريفيود بيحصل بروسس they are published almost on the same day and these stories are very well known دلوقتي ف be aware من الجورنالز دي track of the author يعني اللي عنده relevant expertise it's very common ان احنا نلاقي pseudo science بيطلع of how to judge authors بقى يعني احنا عارفين النيوميريكال فاليو للعلم بتاع جادجنج بيبرز او جورنالز هو بالسيتيشن في البيبر او الامباكت فاكتور احنا كهيومن اكتر حاجه وي جادج باي هي الاتش اندكس وده ريفلكشن برضه للبابليكيشن اوتبوت والسيتيشنز اللي بتطلع وده بيحصل له كالكوليشن للعلم بكذا داتا بيس جوجل سكولر بتعمله ويب اوف ساينس بتعمله وسكوبس مين عارف مين اكتر واحد يعني مرجعيته مين هل هما بيدوا نفس الرقم ولا الرقم بيختلف؟ حد عارف؟ عارف طبعا صح طب مين بيطلع اعلى واحد؟ جوجل برافو دي مروه ولا ايه؟ مروه فؤاد ازيك يا مروه؟ اول حاجه جوجل اللي دايما الناس بقى اول واحد بيستعمل الاتش اندكس كالكوليشن هو السكوبس وده فور فري يعني يو كان جيت يور اتش اندكس افري داي تخش على سكوبس تقول له انا عايز اعرف النهارده الاتش اندكس هو طبعا ما بيتغيرش كل يوم هو بيتغير اون لونج انترفل يعني من سنه للسنه يعني زي ما بيقول طبعا الاتش اندكس ده ريفلكشن للثقل بتاعك زي وزنك كده فطبعا هو ريفلكشن للبرودكتيفيتي فمثلا انا واحد زي محمد فرج عايش في القاهره رافر ليميتد ريسورسز ما اقدرش انكر ده ده مشرفي واحد من اللي اشتغلت معاه مش ريتشارد ديكسون في امريكا يعني ده اتش اندكس جاب از هيوج بس فرق بس طبعا غير كده هو عمره هو ده راجل قعد في الساينس بقاله يمكن 50 سنه مثلا فهي هاز ببلش ماتش مور فوي هاف تو كمان يعني اللي اقصده وين وي جادج بيبل وي لوك ات هم بداوا ينشروا امتى وعاملين ايه من بعد ساعه ما بداوا يعني وي هاف تو لوك ات ييرز ما ناخدش الرقم كده ونحكم عليه وده اللي دايما يعني انا ماي مروه موجوده ساعات مثلا يعني احنا بدون مثلا بلجرزم للبيبرز ساعات الرقم بيبقى فيه حاجه مش ما ناخدش الرقم زي ما بقول دايما على علته يعني وي هاف تو ريلي جو ثرو ذا نمبر تو جادج ات كريتيكلي يعني ده اللي اقصده يعني انا ما اقدرش اقارن نفسي بتكسن لان هو عنده ايج اكبر مني وكونتريبيوشن اكتر يعني وي ار جوينج انتو كالتشر اوف نمبر انا دايما بقول ودايما ليا صديقي الاحترامي بيقولها برضه مع ان انا يعني مؤمن ان في حاجه اسمها ام نوت جاست ذا نمبر برضه عكس هاو تو جادج يعني without the number طيب نرجع تاني لكتابه الريفيو بقى هاو تو جادج ذا بيبر بقى اتسلف دي الموست ديفيكولت التيبس اللي انا يعني احنا في عندنا في مصر مثل شهير اسمه ايه حد عارفه الجواب يبان من عنوانه بالظبط انا بقى بقول لا الجواب مش بيبان من عنوانه meaning that don't judge the paper by the title or the abstract انما you have to read the paper to judge it حقيقي اي بيبر الاناتومي بتاعها الديزاين بتاعها هي عامله زي ساعه الرمله بتبدا واسعه اللي هي الانترودكشن تو ذا توبيك اند ذن ات جوز نارو 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 اللي هو الحد الجزء اللي انت عملته في التوبيك دي اللي هو الاكسبيرمنتال بارت والريزلت بارت اند ذن ات جوز باك برود اللي هي الدسكشن مينينج ديسكاسينج يور ريزلتس وذ اذر بيبل دي الريسيرش بيبر العاديه جدا اللي احنا كلنا بنعملها دي مش الريفيو باي ذا واي دي اللي هي regular research paper. So it starts general, specific, and then goes back again. طب تفتكروا في chapter review أنا حارة من هي جزء في ساعة الرملة دي. هل حارة introduction ولا حارة experimental ولا حارة result ولا حارة discussion ولا حارة كلها؟ مستحيل نراها كلها على فكرة عشان نبقى موضوعيين برضه. يعني to write a review paper. هل حارة the whole paper وهي أكثر طبيعية أكثر مبدئيا الابستراكت وبعد كده الريزلت لو انا انترستد في الكلام اللي مكتوب في الابستراكت مبدئيا اللي هي اول واحده اللي هي ايه؟ الابستراكت الاول الابستراكت وبعد كده لو انا انترستد فيها اشوف الريزلت والدسكشن بتاعها كويس بالظبط
ولو لقيت ان فيها حاجه الريزلتس بتاعتها مختلفه عن اللي الناس التانيين طلعوه، ساعتها بقى هقرا ايه تفتكروا؟ الميثود اكزاكتلي عملوا ايه؟ اكزاكتلي لو انا شايف ان هم الريزلتس بتاعتهم مش ماشيه مع الناس التانيه، then I need to go to the experiment to see what was done. بس لازم نعرف ان في البيبرز باي ذا واي في تجميل. يعني عارفين ده مين؟ سمير غانم. سمير غانم، وده سمير غانم برضه. بس فرق بقى 30 سنة بين الاثنين. لا هو مش فرق السن بس. باروكة. فرق القرعة. So before we start judging a paper, ايه هي البيبر structure زي ما قلنا؟ طبعا أكتر جزء by the way بيتكتب بأكتر من وش هو مين في البيبر تفتكروا؟ discussion. Exactly. انت ممكن جدا تكون انت كريسيرشر شايف ان حد طلع ريزلت عكسك، ما تجيبش سيره حد مشي معاك تكتبه، حد مش قادر to argue his hypothesis you ignore. فهي دي الجزء اللي really بيحصل فيه ان you have to be very critical. هو it has a different way of telling the story. طبعا الانترودكشن بتاعت اي بيبر بتبدا broad and it goes narrow. يعني انا مثلا هتكلم على الكانسر، على ستيب في الكانسر، هتكلم على الكانسر الاول الابيديميولوجي and then I go to my specific point at the end. طبعا اي بيبر بيبقى فيها results و results explained in figures and tables، ودي بتساعد انك تفهم البيبر اكتر. وكان دايما برضو الشيف يقول كلمه دايما افتكرها ودايما بعملها، اللي هي one figure is better than a thousand words. طبعا زي ما قلنا الدسكشن بتاعت اي بيبر هي الانتربريتيشن بتاعت الريزلت دي مع الاذر بيبل وورك، وهي دي اللي بترجع تاني تبقى برود. طيب دلوقتي بقى احنا وي هاف فايلد ذا بيبر اند وي ديسايد تو جادج تو ستارت ريدنج ذا بيبر، ايه اللي هنقراه في البيبر دي تو جادج عشان نستفيد بيها للريفيو ارتكل بتاعنا؟ You need to make sure that the study had a large enough. طبعا ده بالنسبه مثلا لو كانت medical study you have to look at quite well the sample size, the statistics، هل عملوا right statistical method ولا لا؟ لو كانت analytical method was it validated, was it not validated؟ يعني دي critical issues اللي نبص فيها if we want to really cite the paper or not. See if the paper is consistent. مش كل البيبر هتبقى نفس الباترن. يعني we see at the papers هل هما agreement مع each other، هل هما in disagreement and why are they in disagree. وهي دي فكرة الريفيو، ان احنا نوضح هل نقدر نوصل لحل للخلاف ده احنا من رؤيتنا، احنا مش not just filing information يعني نقول ده قال وده قال عكسه، لا we add and we justify. لان احنا صحيح ما اشتغلناش ولا حاجة من الشغل ده، انما we are the one who have read all what was. So this is another really important point. When there are lots of paper on a given topic, you should be very aware of one or two that look at agreement and disagreement. So which one is working, which one is not working. وهي دي فكرة الريفيو ارتكل، هرجع لها تاني، ان انا I highlight for ايه الحاجات اللي عليها consensus، ايه الحاجات اللي فيه controversy عليها اللي لسه، واللي عليها controversy these are the one the thing that needs to be further pursued اللي هو الفيوتشر دايركشن. ودي في عدة الاقوى تخلي الريفيو ارتكل قوي، ان انت يو ار ميكينج فيوتشر دايركشن، يو ار شيبينج ذا فيلد بالريفيو بتاعك ده. صحيح ان انت مش هتعمل ريسيرش، بس انت يو ويل جايد بيبل هو ار جونا دو ريسيرش يعملوا في ايه وايه اللي ما يعملوهوش. اوكي، ايه الفرق ما بين السترونج ريفيو والويك ريفيو في رايي بعد اللي انا قلته؟ يعني هنا ده واحد مش عارف يطلع 5 كيلو وده بيشيل 20 و30 كيلو، ايه اللي يخلي ايه البوينتس اللي تخلي الديسكشن عامه؟ صح، ديسكشن اوف ذا ريزلت. ايه تاني؟ الامانه ان هو يجمع بين الحاجات اللي بتتوافق معاه، عارف معاه ويوضح ليه سبب الاختلاف. يعني هي دي مش اصل دي ريسيرش بيبر هي اللي بتعملها، انما انت يو ار ان بايس يا ايناس، يو ار جاست تيلينج. يعني دي معديا، يعني احنا ده ممكن نتكلم عليه فعلا في الريسيرش بيبر، انما الريفيو يو ار تيلينج ايفريثينج. ها الكريتيكال ثينكينج اللي بقوله اكزاكتلي. ميشيل ده ولا ايه ده؟ ميشيل اعرفكم من صوتكم. طيب
هو ان انا اول حاجه هل هو لو كان عباره عن simple compiling of literature this is gonna be step 1. انما step 2 ان انا I start to compare the literature, ان انا اعمل comparison for writing, وده اللي هنتكلم عليه. المين الديبيتس, المين ايديا ان ديبيتس, when you have the relevant sources you can begin to think about the key idea, the debates, you can think about how this idea have changed over time. Ask yourself, يعني خليك دائما judgmental شويه, how has the topic been defined, are there any trends or patterns in literature اللي جمعته ده, ايه هي الاجريمنت وايه هي الديسagreement. طبعا where to start, you don't need to read everything زي ما قلت, you don't need to read every single text or every single word. Again, a debate around the scholar X or scholar Y, they have both published on the topic. لو scholar X بيتفق مع scholar Y, highlight that, whether it's an agree or a disagree or building on conclusion. يعني scholar X اشتغل وعمل حاجة أكدها scholar Y from a different angle, but this is what makes a good review. طبعا بعد ما بنعمل الريفيو وبنكتبه, دي القاعده العامه, كل واحد فينا بيفتكر ان الريفيو بتاعه هو بالظبط او اللي كتبه عامل زي العربيه دي. It's exactly this is your paper. انما we have to pass, وده اللي كنت لسه دايما بقوله للناس اللي بتكتب معايا. دكتوره فردوس معانا, لسه بقول لها الكلمه دي الصبح, كانت بتتكلم. فردوس معانا ولا مشيت؟ ميوتيوم. طيب معاك, بتقول ايه؟ احنا بنشوف شغلنا كده, انما لما بنروح نحكمه الريفيور بيشوفه كده. ف we have to recognize the defects من قبل ما نفكر ان احنا to submit, وخصوصا if you want to submit to a good place. طبعا searching your research for papers, ايه هي السيرش انجن اللي بنعتمد عليه عشان نطلع to retrieve the papers؟ طبعا هي بقت كتيره وما بقتش زمان زي زمان ان احنا بنروح مثلا مكتبه مركزيه او لايبرري, لا ده احنا من واحنا في بيتنا كلنا عندنا اكسس. في طبعا الباب ماد از وان اوف ذا موست فيمس في الميديسن بالذات, الاكثر منها شيوعا, وللبيزك ساينس بالذات هي الويب اوف ساينس, واللي فيكم ما يعرفش كل الناس الاكاديميين بيشتركوا في الايجيبشن نوليدج بانك, وفي جامعات كتير مشتركه فيها, هي ما بقتش يعني معظم الناس تعمل اكسس عليها. ميزة الـ Web of Science عن الـ PubMed بس إنها كمان you can get the matrix of the paper. يعني الـ PubMed ما بتقولكش الـ Impact Factor, الـ Citation اللي بتطلع من الـ Paper دي, إنما الـ Web of Science فيها الحتة دي. فيعني if you want to judge مثلا whether it's a Q1 or Q2, you can, لو تحبوا أعملها لكم في الآخر كتريننج سريع جدا, you can tell. فالـ Web of Science, يعني حتى الناس اللي عندنا مثلا اللي بتروح تقدم في جوائز النشر في الجامعة بيطبعوا دايما من الـ Web of Science اللي هو الـ Q والـ Impact Factor والكلام ده. طبعا انك تستعمل الرايت كي وورد تو جيت الجود هيتس, ذس از فيري ماتش امبورتنت, ان انت يو ديسايدد اون ذا توبيك, استعمل بقى الكي وورد الصح اللي يطلع لك. يعني انت ما حدش هي, على فكره الريفيو لو انت ما جمعتش الليتريتشر كامل وجيت قدمته والناس حكمته ولقيت ان انت يو فورجوت بيبرز, ذس از نوت جونا بي, يعني دي حاجه ما فيش فيها قبول بقى خلاص. But you have to be sure and then you are using the right keywords to retrieve the right page. طيب انا هناخد بس نص دقيقه ونتكلم على احنا خلاص كده جمعنا الليتريتشر بتاعنا. طب how to start to write بقى, هنكتب ازاي؟ How do we are gonna start writing from zero, the first time we will start writing, هي دي الجزء الثاني ان شاء الله. قول يا سامر. مين معايا الاول؟ طب يا شرفة مين؟ مروه صفر. مروه ازيك يا دكتوره مروه؟ ازي حضرتك يا دكتور, عامل ايه؟ نورانا والله. ميرسي يا دكتور, ميرسي يا نوره. طب علي صوتك بس انا مش سامع. حاضر, انا كنت بس عايزه اسال, انا من حقي ان انا اجادج؟ يعني انا اتفقت ان احنا هنالايز, هقول الناس وهجيب الارجيومنتس وهانالايز. انا اجادج بقى؟ يعني انا اميل لراي حد, ده صح ولا ده غلط في الريفيو, ان انا ابقى كده انا بايز بالحد وانا اصلا مش عامل تجارب؟ انا طيب إيه, لا you have the right, you have the right, ودي اللي هنتكلم عليها في الجزء الثاني, حتى بنسميها في الكتاب الساين بوست. انت you have the right to judge, لان انت خلي بالك من حاجه, اللي بيكتب الريفيو طبعا اول حاجه, انا مش مثلا هكتب في ريفيو في توبيك انا ما بفهمش فيها ولا حاجه. You have to be understanding this topic.
انت مش مجرد حد هيستوريان بيكتب الاحداث، ده هو ده اللي الناس متوقعاه منك، ده اللي الناس عايزاه، ان someone to judge، خصوصا لو في، انما طبعا we are not gonna judge everything، انما لما يكون في مثلا عندي 7 papers are saying x و 3 are saying y، then we have to come up with a hypothesis. صح ولا مش صح؟ not a valid، انا مش عامل experiment، انما دي اللي هتقوي الريفيو جدا. ان انا I am suggesting that it could be that this point that is behind differences. فهماني؟ لا you need to. هي دي اللي لسه بتتكلم عليها. طبعا writing the review اول حاجه بعملها ان انا لازم، ودي بتتعمل اخر حاجه مش اول حاجه على فكره، هي العكس، اللي هي الانترودكشن بتاعت الريفيو، which is gonna be an introduction to all the parts that are gonna be covered in the review. يعني مثلا انا ناوي اتكلم اعمل ريفيو على البلاك كوفي، فمثلا هتكلم على الكيمستري اوف كوفي، على الهيلث بنفيت اوف كوفي، على السايد افكتس اوف كوفي، الكيميكال اناليسيس اوف كوفي، المانيفاكتشر اوف كوفي، كل حاجه، التريد اوف كوفي. فطبعا كل ده لازم يتقدم في الاول للقارئ بشكل مختصر وبسيط، فيري سمبل، بس تغطي عشان القارئ يبقى ممهد هيقرا ايه في الديفرنت سكشن. فده طبعا انا في رايي ما بيكتبش اول حاجه، او ممكن طبعا يعني ديبيندز، انا مش بقوله يعني هو مش قران يعني، انا ما اقصدش، انما انا عن نفسي بكتبه دايما اخر حاجه، لاني يعني بشوف بقى ايه اللي اتكتب وايه النقط اللي انا عايز اقدمها في الانترودكشن. طيب طبعا اورجانيزنج الريفيو بارت بتاعي، ديفرنت سكشن اوف ذا ريفيو، هاو اتس جونا بي اورجانيزد. اهم حاجه في الريفيو هي بنسميها الساين بوست، ودي اجابه سؤال سالته دكتوره مروه هنتكلم عليه حالا، اللي هو اقول رايي ولا ما اقولش رايي في الريفيو. وطبعا ان انا هايلايت فور جابس ان ريسيرش، دي من اللي بتخلي، لان اللي بيقرا الريفيو عايز يعرف ايه اللي اتعمل عشان ما يعملوش، فيو هاف تو هايلايت ذا جابس ان ذا ريسيرش. فور كلير رايتنج طبعا، كلير انترودكشن، اوفر فيو اوف ذا توبيك زي ما بقول، الايم اوف ذا ريفيو اند ذا ستراكشر اوف ذا ريفيو، كلير باراجراف ستراكشر، ميك شور ذا سبجكت اوف يور سنتنس از كلير. Don't assume too much knowledge for the reader. ودي هأكد عليها جدا جدا. ساعات بيكون أنا مثلا بكتب ريفيو مع ناس من different disciplines. ناس مثلا من chemistry, ناس from medicine, from pharmacy. وألاقي من، وأنا اللي بقرا في الآخر. فبقول لهم please أنا مش فاهم. Simplify. So what they say, لا. We understand it. This is very, احنا we know all of that. أنا بقول له بقى لا. Assume that the person who is reading doesn't know much of your field. فحاول to simplify it, explain as much as you can in a simple term عشان ان اللي يقرا يقرا من اوله لاخره as much as you can. Sure, key terminology and difficult ideas are always explained thoroughly. Objective and balanced طبعا. Use a signpost. Signpost page اللي هنتكلم عليها in details highly. انا دايما اقولها يعني حتى في التوك، دايما في التوك اكتر منها في الكتابه، and if you can't explain your review for a fifth grader you don't know what you are talking about. يعني شوف، فكر بقى ان انت تبص، شوف انت ايه اللي عندك مشكله. If you are making it complicated try to، يعني حقيقي بقى، يعني انا ساعات اكتب الناس تقول دلوقتي يعني انت your writing is very well recognized for being simple، فدي حاجه كويسه، يعني try to use a simple language بالذات في الريفيو. ايه هي الساين بوستنج بقى اللي هنتكلم عليها حالا؟ هي الحاجات اللي احنا بالظبط، اللي هي الجوينينج ووردز، اللي هي مثلا زي بالظبط however, yet, or over, indeed، وهنتكلم عليها، هديكوا اكزامبل حالا بحيث نشوف الرايتنج الكاردينال سين اوف ذا رايتنج اللي ممكن نحصل لنا. طبعا هي الوردنس، الريبيتيشن، اللاك اوف كلاريتي، اليوز اوف جارجن، البريتنشس رايتنج. رايت سمبل هتوصل، بلاش ان احنا تو ميك ات كومبليكيتد في الرايتنج بتاعنا. It has to be simple. Read good literature. Clear. The cardinal sin of the authors. بقى اللي احنا ايه الاخطاء اللي احنا ممكن دايما اقولها. حد عارف الرمز ده بيمثل ايه؟ higher وless. high وless. الربط. الربط. Not equal. comparison. لا ده انا بقول الحاجه. مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ less is more. بريكسام، ازيك يا بريكسام؟ فعلا less is more يا بريكسام، less is more. يعني على فكره في مجلات اللي هي بتطلب ريفيو ارتكل قويه جدا تقول انا مش عايز اكتر من 5000 وورد. انا عمري بصراحه ما عرفت ابعت للمجلات دي، ليه؟ لان هم عايزين حد
قوي جدا وعارف هو بيعمل. He knows what he wants to say in very few terms. ودي مش سهلة review. They look for the people who can really present the top science in few terms. ودي مش سهلة. دي مش سهلة في review. We explain your review as a story. عارفين ان اي ستوري في الدنيا دايما نحاول حتى في lectures في كل حاجة practice to be a storyteller. صدقوني your reader would love you, your student would love you, يعني you would be much more accepted. ده مثلا على فكرة معرفش انتوا شفتوه اكيد انا نزلته على طبعا الريفيو اللي بيدعمه جدا غير التكست الرايتنج هو الفيجرز وهو اللي يعني سوري في اللفظ بقول عليه بيبيع. فإف يو ار نوت جانا اكسبلويت فور فيجرز انا اعرف واحدة في طب اسكندرية مثلا دي هير بارت ان ذا ريفيو از تو بوت ميك فيجرز فور يو سمبلي اس ساتش ومطلوبه جدا في كذا جامعه وبره مصر. ما اعرفش هي معانا دلوقتي ولا لا انا ما اعرفش سمر عبد الهادي انا قلت مش عارف كده ولا لا ما علينا. فسمر مشهوره جدا انها بتعرف عندها ساينتفك ريدنج كويس وتعرف تعمل لك فيجرز كويسه جدا. هو كونتريبيوشن مهم يعني. طب تفتكروا مثلا الفيجر اللي انا عاملها دي بتشرح انهي توبيك؟ حد يقول microbial immunity exactly ال natural immune drugs صح ولا مش صح ال food and immunity مش كده ولا مش كده صح الفاجوسايت في فاجوسايت لا مش الفاجوسايت يعني الفاجوسايت الخضراء الاميونيتي ايوه الاميونيتي ال natural anti oxidant او اللي بيعمل بوست للاميونيتي exactly. فدايما نفكر بقى واحنا بنكتب how to make good figures. مثلا ريفيو احنا شغالين فيه دلوقتي مع ناس مع الدكتوره هبه معانا انا عارف دلوقتي من الام تي اي. ازيك يا هبه؟ ده مثلا بس ده اللي عامله ده على فكره يعني هو حتى مش حلو قوي يعني. هنا مثلا انا بتكلم على ايه؟ تفتكروا ده اول ده فيجر من الفيجرز. تفتكروا الفيجر ده بيتكلم عن ايه؟ علاقه الرمان بالكبد هباتيك انتي اوكسيدنت افكت بتاعت الرمان هيباتو بروتكتيف افكت. هو لا هو كل حاجه فا هو التوبيك هنا هو هاو داز ذا بروميجرانيت جوز كومبير تو ذا سيد وايه كل الايت ايه كل حاجه في احنا الكيمستري بتاعت الجوس الباتن السيفتي الميتابوليزم البيولوجيكال افكت. طب ده مثلا ده الرمان برضه الجوس وتاثيره على الكولون والانتستين والكيدني يعني الانترنال تيشوز الكيدني يعني. والبروستات حد يقول حاجه تانية ميتابوليزم اكزاكتلي ميتابوليك مروه صح ده هنا بتكلم لا. على الميتابوليك باثوي بتاع البومجرانيت جوس في جسمنا فين الكيدني بيحصل فيها ايه الجي اي تي بيحصل فيها بالظبط. هلا اقصده ايه ان these figures they are not easy to make they take time بس they deliver the story ده في رايي يعني. طيب طبعا زي ما بقول الفلوز بتاع الرايتنج بتاعي it has to be in paragraph الجراماتيكال لينك دي اهم سلايد في كل اللي هقوله ونقف عندها كده 1 مينت ونفتكر ايه تفتكروا الحاجه اللي الايدين تقصدها الجمل بتسلم على بعضها يا ناس اسطوات يا ناس يا ناس انت عارفاها الجمل تسلم بعضها مين قالها؟ انا دينا يا دينا صح ازيك يا دينا الحمد لله يا دكتور ماشي الحال. ان الجمل تسلم على بعض. شيك هاندز مع بعض. يعني ايه؟ يعني وانت بتكتب قبل ما الجمله تنهيها at the moment you are ending the writing you have to be sure that you are introducing the next sentence. فالرايتنج بيبقى فيه فلو فالقارئ يفهم ما يتوهش. وهقول لكم مثال انا عملت مثال واحب ان انتم تقروه. ايه الفرق ما بين اللمبه اللي على الشمال واللمبه اللي على اليمين؟ دي مولعه ودي مطفيه. طب اللي على اليمين اللي مطفيه حصل اتصال في كهرباء وصلنا الكهرباء اللمبه نورت دي طول كونكتيفيتي بتوين الفريزز يعني وصل المفهوم. طيب تعالوا ناخد ثلاث جمل وتفكروا في الرفعه منها ونشوف which sentence would be the case on the left. ماشي رقم 2 يا دكتور انت عاملها ها رقم 2 طيب مين اللي يقول رقم نعم هم كام؟ واحد اثنين طب حد يقول ثلاثة؟ اثنين طب ليه اثنين هي دي؟
ثلاثة على علشان طول. ما فيش ريبيتيشن يا دكتور، يعني انا الجمله الثانيه هي اللي بتفسر الاولانيه من غير اعاده لنفس الكلمات. اولا الجمله الثانيه يعني طبعا تعالوا ناخدهم ثلاثه كيسز. I drink coffee. Coffee has caffeine. Caffeine is a CNS stimulant. صح ولا مش صح؟ دي one way. Number two, I drink coffee to alert me. وذات سي ان اس افكت از ديو تو اتس كافيين. نمبر 3 اي درينك كافي. كافيين از ا كافي كيميكال. كافيين ستيميليت ذا سي ان اس اند كيپ اليرت. نمبر 3 دي من شاله خالص. اولا ليه؟ لان فيها حكايبين. اولا هنا كان لس از هنا مور از لس جمل كتير وريدان وفيها واهم حاجه وفيها ما فيش فيها ترابط. يعني اي درينك كافي كافيين از كافي وكافي ستيميليت ذا سي ان اي جو باك اند فورس. ما فيش اي ترابط بين واحد واثنين وثلاثة. الجملة الثانية الاولانية I drink coffee. Coffee has caffeine. وcaffeine is a CNS stimulant. عيبها الوحيد ان هنا الجانكشن بنفس الجملة ودي مش حلوة. يعني ما نعيدش الكلمة تاني. ما قولش I drink coffee. Coffee has caffeine. This is not يعني language good يعني زي ما بيقولوا برضو. انما النمرة ايه ده حد حصل ايه. الثالثة بقى هي احسنهم في رأيي الثانية. لان انت you are linking ان انا I am drinking coffee to alert me وال CNS effect بتاع الalertness ده is due to the caffeine. فانت هنا عملت explanation very simple. يعني اللي مش عارف يعني ايه CNS stimulant انما انت شرحت له ان هو ده الalertness. فهم فاهمين؟ ف it's getting connected and simple at the meantime. فهي في رأيي نمرة اتنين اللي تطور. صح ولا مش صح؟ ويسوا بقى لو احنا دايما when we write we make sure that sentences are as such, the writing would be nice. وأهم من كده الريدر هيعجبه. أنت مش عايز الريدر اللي بيقرأ لك سواء كان ريفيور أو كان واحد من برا يزهق. You don't want him to get bored. فإف you are making it good connection, good sentence inter talking, it's gonna fly. يعني هتبقى أسهل يعني. على فكرة اللي بقوله سهل يعني بس in my lifetime يعني I have now reached 160 papers. دي أكبر مشكلة شفتها مع كل الناس. أكبر مشكلة بواجهها. بس في ناس بتلقطها بسرعة وبتعرف إنما هي فكرة الكونكتيفيتي ما بين السنتنس. دي أنا في رأيي لو اتحلت هتسهل الكتابة كتير جدا يعني. طبعا aside from the science يعني. Type of citation بقى in a review. في two way of citation. يا إما بنسميها الـ integral citation أو الـ non-integral citation. أنا I dislike very much اللي هو الـ integral citation. اللي هو إيه؟ اللي هو إن أنا أمشي أقول مثلاً فرج 2005 عمل كذا، مدحت 2006 عمل كذا، إيناس 2007 she did that. I dislike very much هنا مثلاً this example Lily 2001 argued that both tutors and student often lack explicit knowledge of the convention covering the whatever whatever. إنما الـ non-integral إيه الفرق ما بين هنا وهنا؟ الأولانية بوضح اسم الأوثر في الأول هو اللي عمل. صح. الجملة الثانية أنا ببنيها للمجهول وبحط الأوثر كمرجع ليا أو المرجع اللي أنا جايبة منه المعلومة. إيه الأدفانتج للـ non-integral؟ هو الباسيف فويس ما مش كويس في الكتابه. دي فرصه برضو لناس تانيين. ها ايه الادفانتج؟ بيتهيالي بنركز على الايديا دكتور. اكزاكتلي ان حاله النون انتجرال اي ام ماتش مور فوكسنج اون ذا ايديا واقدر تو لينك مور ذان وان اوثر. هو ده المين. هو ده دايما اقولها هو البطل مش الريسيرشر. البطل مش عايز ان انا كل في كتير جدا يكتب الريفيو فلاندد this is not the what احنا الايديا تو كومبايل يعني ساعي وما يفرقش معايا مين عمل. وممكن ساعتها في النون انتجرال كمان ازود في الاخر السيتيشن مثلا ليلي فرج I can join them all together. فاهمين؟ فيعني it's a better way. وطبعا في كل الرايتنج we have to be sure دي اعتقد كلنا عارفينها ان احنا we insert the reference using reference program زي مثلا النوت المندلي. بونس بقى يا دكتور بونس يا لا يا زينب انت شغاله معايا بقالك كام سنه نظري وعملي.
طيب زينب she has a paper review paper وما شاء الله ما شوف impact factor of sync يعني and she do it mostly on her own حقيقة. One of the best لا ده حقي والله انا بقى. طيب ايه بقى اللي مقصود بيه الشخص اللي بيزعق ده؟ انا عايزكم تقروا عندكم اكزامبل الجمل دي. عندنا خمس جمل بيحكوا كاتب مكتوبه في ريفيو، عايزكم تقولوا لي which one is the best و which one is the weakest. يعني فكروا يلا يعني اعملوا كده تريننج. First one is the best. بالعكس خالص. والله بس انا بحب دايما اكتب يعني زي ما حضرتك شايف كده يعني نكتب. هو دي مين؟ مروه يسري؟ مروه يسري. اه ازيك يا مروه؟ ازيك يا دكتور؟ انا اعتقد الرابعه. بحب نكتب الرابعه دي احسن واحده. برافو. مين اللي قال الرابعه؟ انا مروه فؤاد. ايوه هي مروه. مروه هو انا جبتك يا مروه من شويه. طبعا الرابعه ليه؟ لان يعني الرابعه صوت الاوثر اللي بيكتب ريفيو عالي. يعني لما اقول مثلا to be or not to be شكسبير 1705 انا اضفت حاجه؟ كتبت to be or not to be شكسبير كتب. اضفت حاجه؟ انما لما اقول to be or not to be شكسبير said to be or not to be never the case in 2021 this sentence doesn't make sense مثلا يعني فاهم القصد ايه؟ ف we have to put our voice higher دايما عن الاوريجينال اوثر. مش دايما احنا ريفيو مش علينا، مش احنا كل وظيفتنا ان احنا we are writing what people said. فالقلال صح هي اقواهم على اطلاق نمبر 4 اللي هي according to Brie the moon is made of cheese however بلا بلا بلا. وهي دي اللي بنسميها الساين بوست على فكره، دي اللي هي كنا بنقول عليها الساين بوست وممكن تلاقوها عليها يعني عليها كلام كتير. طبعا اي ريفيو بيمر بمراحل editing وبروف ريدنج كتيره جدا before it's gonna be published. So editing is the process وده دور المنتور او الشخص اللي هو قرر يعمل الريفيو قرر يراجعه اللي هو يعمل الايديتنج ستيج which is the continuous revising and improving of the written word. والناس اللي كتبت طبعا دكتوره زينب عارفه يعني باي ذا واي ما اقصدش احط وهي يمكن احنا هم ممكن يكتبوا الريفيو في 6 اشهر وانا براجعه في 6 ثانيه ولا مش كده يا زينب؟ لا كده يا دكتور. بالظبط. وفي ساعات بيتراجع في سنه بجد يعني لان احنا we have to reach the point where we are really feeling ان هو complete. فايديتنج is the process of continually revising and improving the written word. Proof reading is a very important step. وايديتنج هيلب طبعا كل ده بيحاول اثناء الايديتنج ده ان احنا عايزين نقلل كمان حاجه مهمه جدا واحنا عارفينها اللي هي plagiarism score. حتى في الريفيو it's not acceptable to exceed a certain number. ايه هو plagiarism بقى طبعا اخر حاجه؟ هو طبعا ده كلنا بنواجهه في الريسيرش بيبر وفي الريفيو اكتر. هو ان احنا simply it comes from the Latin word plagiaris اللي هو meaning kidnapping. Simply to steal, to kidnap, or to lie. حد عارف الفيلم ده؟ أكذب ولكني أتجمل. أكذب ولا أتجمل. مروة صفر؟ إني لا أكذب ولكني أتجمل. مين اللي قالها؟ أنا دينا يا دوب. دينا القرش؟ أيوه أنت شفتيها أيوه صح. أنا عالية يا حيت، أنا عالية يا أم. طيب، فهو فعلاً في رأيي الشخصي يعني هو إن أحمد زكي كان في الفيلم ده هو كان بيدعي حاجه مش بتاعته بس للعلم بالشيء هو برضو عشان تو بي رياليستيك هو السوشيال بريشر اللي كان عليه هو اللي خلاه يعمل الموضوع ده. طب احنا كساينتست ايه السوشيال بريشر اللي علينا ان احنا نعمل البلاجيرزم ده؟ هو طبعا في فاكتورز كتيره جدا. انا والكوت 1 ده دي مش بتاعتي على سيره البلاجيرزم بتاعت ماي كوليج اند دير فريند شروت الاحمدي في عين شمس. هي بتقول كده، هي بتقول من اسباب البلاجيرزم بريشر اوف ذا ورك لود pressure to succeed. انا عايز انشر كتير، I have to be very productive. بدل ما اقعد اكتب I quote other people. poor understanding طبعا احنا بالذات عندنا poor understanding مخيف. احنا لحد ما بنتخرج ما نعرفش الملكيه الفكريه، احنا بنروح زيروكس بنصور وطابع وعمالين يعني احنا كل دي على احنا عايشين في لا ملكيه فكريه واقعنا ولغايه دلوقتي وانا كمان معاهم يعني انا جاني ومجني فاحنا we don't have really the poor understanding. انما انا في رايي ان اكتر حاجه سببها البلاجيرزم هو نمره كام تفتكروا؟ لا بيكونش ايزي
فعلا. وفي تو دايما اقولها للي بيكتب معايا، يعني في تو، في زرارين في الكمبيوتر مشهورين جدا اللي هم مين؟ حد عارف؟ كنترول سي كنترول في. ايوه، فمن فضلكم وانتوا بتكتبوا شيلوهم من دماغكم البرين، شوفوا الزرارين دول وشدوهم قبل ما تكتبوا. How to stop plagiarism، يعني انا في رايي my tip to escape the trap of plagiarism هو ايه؟ use your own voice and live happily ever after. ما حدش هيجي جنبك. طبعا sniffing for plagiarism في programs كتيره ومنها حاجات فري ومش فري، انما وطبعا برضو للعلم هما different levels. يعني في مثلا programs زي اسمه Turnitin ان بيطلع رقم، تروح على Authenticate تلاقي رقم اعلى، هتقول ازاي؟ لان هو ده access more databases more papers، فطبعا هو the best of the best العلم عشان تعرفين هو Authenticate. طبعا learning from good models، look at sample of good thesis to learn how to write، read reviews في ال good journals مش في ال Q3 وال Q4، ask your class mentor او ال graduate advisor for help in all of that. دي كانت اكتيفيتي، واعتقد حتى كانت دي كانت من عند رامي كرم. يعني للعلم انا هعمل لكم ثلاث اشارات، اخضر واصفر واحمر، واحب ان انتم تقولوا لي هل هي لو كانت خضراء يعني دي مش بلاجيريزم، حمراء يعني بلاجيريزم، صفراء مش قادرين نحدد. طب نشوف كده كيس 1. اعتقد انه الافضل ان احنا نجيب كوبي رايت من المالك الصوره الاول قبل ما نستخدمها. صح. ها يعني ده اخضر ولا احمر ولا اصفر؟ اصفر اصفر. ايه اصفر اعتقد، مش احمر. يعني انا نسبت الصوره ليه، بس في الافضل ان انا كنت اجيب يعني موافقته على استخدامها الاول. ريني تقولي ايه يا ريني؟ اعتقد كمان المفروض ان احنا نعمل اناليسز، مش بس ناخد الفيجر ونعمل له لايسنس، كمان المفروض ان احنا نانلايز الفيجر ونطلع منه احنا انفورميشن تكون مفيده للريدر خصوصا في ريفيو. على فكره الموضوع طبعا اللي يعني الكيس دي مثلا لو كنت قلتها من سنتين من خمس سنين كانت هتبقى خضره، انما النهارده مش خضره. ليه؟ ان احنا we are not allowed to take a figure from someone without من غير ما ناخد information بتاعه ونرجع للكوبي رايت. اللي لنا حاجه في مجلات كتير جدا دلوقتي بدات تقول انا مش عايز حد ياخد لي صور من على even a picture of a plant from the internet. بدات في مجلات كده فعلا، في فعلا، او ان انت to modify completely بقى. ف it's really getting to be كل شوية وكل وقت عن وقت هتلاقي ان الـ level of stringency بيعلى. فهي في الوضع ده you cite the paper from which هو ده is not acceptable دلوقتي على خلاص. لا ايش يعني. طيب نمرة اتنين، جنة بتقول حمرة. ايه؟ جنة بتقول حمرة. جنة؟ لا ما سمعتش جنة. هي ممكن ما تبانش بلاجيريزم لكن هي بلاجيريزم. هي لو هم معاهم الارتكلز الاساسي يا دكتور هيعملوها حمرا على طول، لان هو استخدم نفس الفيجرز.
رغم ان هو عمل موديفيكيشن. هو لا عشان عشان اقصد عشان عشان ما يحصلش لابس، هو ما خدش حاجه من حد، هو خد اللي او بالظبط وعمل نفس حاجه بس زود، بس بدل ما هو كان منتهي عند 2013 من كمل من 2013 ل 2020 وما خدش حاجه، وبس هو استعمل نفس التقسيمه بنفس الفكره بنفس كل حاجه. فاهمين؟ يعني هو يعتبر كده امتداد للشغل اللي هو الدكتور التاني ده عمله. بس هو ما خدش تصريح او اذن منه ان هو ياخد اللي اوت بتاعه. انا في رايي الشخصي ان اول حاجه تحكم حاجه زي الكيس ده هي ايه مثلا، لو انا يعني انا اعملها اول حاجه ان انا اعمل بلاجيريزم سكور على طول. لو انا لقيت ان البلاجيريزم سكور بتاعي عالي من الريفرنس ده بالذات then we are in a problem. فاهمين؟ يعني حد دي ساعات حتى احنا when we judge قلنا في السبميشن نبص على البلاجيريزم لقيناه عالي من سورس واحد، ومع ان ساعات يبقى يعني البلاجيريزم مش عالي بس هو من سورس واحد بالذات هو اللي عالي قوي، ده رينجز بيل بقى. فاهمين؟ احيانا يا دكتور بيبقى احيانا بيبقى مثلا بتبقى سيريز ممكن اكتب مثلا ان ابديت، فانا كده يبقى دي ممكن تشفع ان انا اعمل حاجه زي كده. اديريني طبعا. هو على فكره يا جماعه اللي انا بقدمه ده انا على نفسنا الموضوع جامد، يعني كده بضايق على نفسي قوي ان انا اعمل ريفيو، يعني حتى وانا بس بقول اقصده ايه. ما هو ما صح يا مروه صح، انا بقول لك يعني يعني انا عن نفسي انا هقول لك وممكن اقول انا على فكره حاطط كيسز ديبيتابل شويه ما هياش يعني فاهمه مش واضحه قوي، بس في رايي الشخصي ان انا لو انا بعد ما كتبت وخلصته فاهمين وعايز بقى ان منشوره بس اروح اعمل بلاجيريزم على السورس الاولاني اللي انا مشيت عليه ده، لقيت ان هو مطلع عالي جدا من ساعتها بس انا اي وود ماي سيلف يعني يعني نوت سبميت ات ليست. فاهمين؟ على فكره السلف بلاجيريزم كمان از نوت اكسبتبل اني مور، حتى السلف بلاجيريزم حتى السلف بلاجيريزم ده بقى بيضيق الخناق اكتر وبيصعب الموضوع بطريقه رهيبه. انا بيطلع لي حاجات من نفسي ومن حاجات في الميثودز. هو مثلا انا في ال هو الاكسبيرمنتال لو هو سورس طبعا اكتر سورس من البلاجيريزم في البيبر بالذات في الريسيرش طبعا مش الريفيو، هو الاكسبيرمنتال. معلش الميوت نعمل ميوت ما تعبانش نعمل ميوت. طيب شو برضه كده سلامتك. طيب طبعا هو في وان واي ان انا بقوم شايل الاكسبيرمنتال وعمل سايتيشن للبيبر، بس خلوا بالكم منها. لا لا مش شويه تعب بصوت كده اللي بيخلي ان ممكن الريد ريفيور يعمل جاش برضه بصوت كده الصوت بس مين معايا انا مش عارف مين مين بيتكلم. ده مصطفى حسن. مصطفى مصطفى عامل له شاب باخد دواء باخد دواء ده مش سامعنا خالص. عيان يا دكتور عنده دور برد وقلقان شكله. حضرتك اللي تعمله ميوت بيتهيألي حضرتك ممكن تعمل ميوت لكل يا دكتور محمد بقى. حضرتك اعمل ميوت قول بقى مش عارف مش عنديش الاوبشن. لا في يا دكتور محمد في. خلاص هو عامة طب عامة خلاص طب هو خلاص سلامتك يا مصطفى. المهم طبعا بس تخلي بالنا ودايما بقولها لو انا عملت الاكسبيرمنت كله ما كتبتش حاجه وقلت بس شوف السايتيشن دي الدروباك الوحيد اللي ممكن الريفيور يهاجمك يقول مش قايل هو عمل ايه. فانا وات اي دو ان انا اي سايت وان اوف ذا بيبرز ولو في موديفيكيشن هقولها واحاول قدر المستطاع اعمل ريوردنج قدر الامكان. انما مفاجاه ان الاكسبيرمنتال كلها عباره عن سايت فرج إتال حسن إتال تات إتال يعني ما يبقاش كده برضه. ودايما نفكر في حياتنا هل أنا الكويست بتاعي في الببليشنج عارفين ده مين؟ توم هانكس. توم هانكس في يو هاف جوت ميل. هل أنا عايز أنشر لغرض النشر أعمل انفليشن للبيبرز للنمبر للسيتيشن ولا I am looking for quality؟ وهو دايما السؤال quality versus quantity. طبعا الكواليتي صعبة بس you have to think in every couple of years عندك حاجة انت حاسس ان هي دي landmark لشغل. يعني طبعا الحاجات دي لو تحبوا هي دي الرفرنس اللي انا استعنت بيها في الـ preparing التوك دي على قد ما قدرت يعني
و to all of you يعني thank you. وهنعمل بس امتحان كده في الآخر نشوف انتوا فكرتوا ايه. طب نمبر A مثلا فاكرين ايه ده بيفكرنا بايه؟ خلصنا خلاص. Writer voice. ايه؟ Writer voice now. Writer voice. اللي هو sign post. Sign post. دي مش لازم تقرا كل الابحاث اللي قدامك. Do I have to read all the papers? Exactly. How to judge the paper? How to judge the paper? See? I'm not a number. I'm not a number. Impact factor. افتكروها بcitation. وانت بتكتب الريفيو لما تشوف تلاقي حاجات paper فيها citations كتيرة دي هتبقى أحسن لك في الريفيو. يعني طبعا على فكرة زي ما بقول في النمبرز regarding number لو انت عامل ريفيو كله من الناينتيز تتأكد انه will not be published. Very simple reason for rejection. ودايما اقولها للي معايا احدث الريب يعني بليز نوت ذات ام اجينست هيستوري بس هيستوري ان ريفيو از نوت ا فيفورت ايشو يعني بس طيب في discussion كده يعني ان ان discussion section where we can be misled بتتكتب بألف وش طب ايه exactly. F. Strong and weak. Strong and weak review. سامج ولا إيه اللي بكل حاجة جاوبتها جاوبتها بالسام. طيب طيب يعني at the end I would like to thank you all. I hope إنها يعني it was short and simple. I hope as much as I can. ويعني you should consider بقى في رأيي دايما بقولها للناس بالذات الناس اللي هي خدت البي اتش دي ويعني وكتبت او كتبت بيبر قبل كده consider انك تكتب ريفيو ارتكل يعني فور ذا ساينتفك كوميونتي وعلى فكره يا جماعه للعلم مش هيبقى اخر حاجه يعني وهو ده اللي بصراحه بقى بيني وبينكم هو ده اللي بيعلي الاتش ان بصراحه يعني الريسيرش بيبر طبعا ايه السيتيشنز اكتر للريفيو ارتكل طبعا 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 وعشان كده على فكره يعني في جول اغلبيه لو تقارني مثلا ان فيلد الجورنالز اللي هي ببلش بس ريفيوز الجورنال اللي ببلش ريسيرش بيبر طبعا الامباكت فاكتور بتاع الريفيوز اه just for you to know حد عنده اي اسئله hey, thanks دكتور محمد العافيه دكتوره سمر نورتينا يعني بجد انا كنت دكتور علياء علياء المشات يس يا سلام اصل على فكره مش شايف بقى دلوقتي انا معايا 81 ده ريكورد من ورانا يا علياء وبشكر كل علياء دفعتي على فكره يا اول مره تقريني حاجه يا علياء انا دكتور علياء دكتور محمد طبعا ايه ربنا يخليك ميرسي يا دينا طبعا ميرسي يا دينا ربنا يخليك وعليا كانت اشطر مني عليا كانت الخامسه على الدفعه لا لا ما تقولش كده ازاي بقى ازاي بقى انا كنت اخر واحد اتعينت في الدفعه دي كانت دفعتي على فكره على فكره عدنا من الدفعه دفعه جميله جدا جدا والله كلها ناس محترمه وناس كويسه حقيقي يعني حقيقي او مش تحيز والله ونشكر ايمن على بقى اشكر اميره خطاب طبعا وبشكرها دايما ايمن خطاب اخوها وما جبناهوش المره دي في اسكندريه زي كل مره محمد الله يخليك يا رب كارولين جوزيف موجودين لحد الاخر هو مشكوره جدا على اللي بتعمله والله وتعبك ده يا دكتور محمد حقيقي ميرسي الله يكرمك يا انت سمعتيها قبل كده كذا مره يعني انت جايه مخصوبه انا بحب اسمع كل شويه ربنا اميره على فكره يعني انا مش بشر بس هي من الناس اللي فعلا يعني بشتغل مع ناس كتير بس هي من المتميزين وبقولها وسط ناس لا اميره من الناس المتميزه ايوه كتر خيرك ميرسي اتفضلي وزينب عشان زينب ما تزعلش عشان عارف زينب زينب لسه معانا ولا مش ودكتور انزاده ودكتور حنان دكتوره حسناء هبه فهمي هبه فهمي اللي كانت عامله السلايدز بتاعه الرمان على فكره وهي شيز ارتستيك انا لما وطبعا على فكره لما في يوم من الايام توصلوا تبقوا زي يعني ان انتم يعني انا في الريفيو ببقى انا التيم ليدر انك تعرف كل واحد يعمل ايه احسن حاجه استغله بقى يعني انا مثلا في البوميجرانيت عرفت ان هبه دي شكلها كده تعرف تعمل فيجرز كويس اي ابيوزد هير بقى لان هي دي شكلها كده دي هتعمل حاجه كويسه وده ان البني ادم يقدم حاجه كويسه انه يعرف يستغل امكانيات الناس اللي معاه يوظفهم في الاحسن حاجه يعني انا بشكرها جدا دكتوره هبه انت معانا ولا مشيت وفي ناس اناني اليني زكريني ماهي مروه فؤاد طبعا
دكتور عمر وصفر، محمد ابو النصر. بشكر كل الناس، ولا حد عنده اي سؤال. الدكتور احمد مدياني معانا ولا مش؟ معايا يا دكتور، انا شايفه معايا. طيب حد عنده اي سؤال بقى يعني عامه يكون يعني حاجه محمد محمد كنت عايزه اقول لحضرتك ان احنا يعني we're very lucky to have you. والله الله يكرمك يا صاحبي. وانا عايز سؤال يا صاحبي، مش عايزه اضيع وقت السيشن يعني واتكلم على حضرتك، بس احنا في conclusion we're very lucky to have you. الله يكرمك يا ساره يا رب. سارة دي من أعز الناس اللي طلب، كانت الطالبة بتاعتي في الدكتوراه وبشرف بيها جدا 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 جدا. أنا لو والله يعني مش عايزة، أنا والله أنا لو اتكلمت عن حضرتك والله ضايع. الله يكرمك يا سارة، الله يكرمك والله. ده يعني أنا يعني لا خلاص أنا أنا عارف والله. ربنا يخليك. دكتور، موضوع البلاجيريزم من الميثودز ده أنا شايفة بصراحة إن هو يعني يعني ده سبب لي كتير في ريجكشنز. وهو مثلا انا بشتغل بجهاز مثلا معين، هو نفس السيتنج، هو نفس الحاجه، طب اعمل له ايه يعني؟ انا وباحبط جدا يعني، اعمل ايه يعني؟ هو مين معايا؟ مروه صفر. ده صوت مروه صح؟ مروه. مروه صفر. اقول لك حاجه بس ما تزعليش مني. اتفضل. مش هتزعلي؟ لا مش هزعل والله. انا هتقولي اكيد انت الغلطانه او مش عارفه. لا لا والله خالص، لا خالص. طب هقول لك على حاجه. انتوا عارفين يعني ان انا مثلا المانجنج اديتور بتاع مجله الجامعه صح؟ انت عارفه يا دكتور، وبتعملوا لها 7 ريفيورز اذا كنت حضرتك فيها. بطلنا 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 عملتها ابلكيشن جالي 7 يعني نشاط يعني. وبعدين في الاخر طلعت دلوقتي مش متخصصه فارماكولوجي ولا هي كيو 1 ولا كيو 2 يعني، وبعد كل السبعه ريفيورز دول يعني اعمل ايه؟ مش عارف ادخل بيه حتى الترقيه. ليه ده؟ 650 دولار يلا. $650 لا لا لا، عشان نصلح. اولا هي للمصريين ب 325 بنعمل فحص. مروه سامعه؟ على فكره انا ما اقصدش حاجه بتعفف، بس احنا وي دونت نيد خلاص ايجيبشنز يعني، احنا عندنا فلو مخيف and I don't need support يعني. أنا I'm supported by myself as a good science. أنا مش هطول عليك، أنا آسف يا مر. اللي عايز أقوله لك أول حاجة إيه؟ طبعاً المجلات دلوقتي لما بتلاقي، وده اللي بسمعه من الباك دورز مثلاً لما بتكلم عن بتوع السيفير أو في مجلات تانية، يقول لو أنا عايز أعلى بمجلتي أنا مش عايز paper application. فاهم أنا أقصد إيه؟ فقد يكون ده إن هو لما بيلاقي الإكسبيرمنتر هو هو بالظبط اتعمل على حاجة وبيتعمل تاني، يقول it's likely less likely to bring citation. يعني هو نفس ال I am looking مثلا at ودي كتير جدا جورنال تغير السين بتاعها، تقول انا مش عايزة application، انا عايزة method development، لان يعني دي اللي هتعمل لي citation اكتر، لان واقع الامر دي معروفة بالذات مثلا في الاناليسيس. لو انا بعمل application versus method development، لا مين هيعمل citation اكتر؟ هي method development اللي هيكون فيها اكيد اكسبيرمنتال مختلف، صح ولا مش صح؟ فدي حاجه لو الجورنال ناويه تقرر ده، انما الاكسبيرمنتال زي ما بقول هو حاجه عصايه عايزه تتمسك من النص. الا وهي ايه؟ اني انا وانا رايت اي هاف تو تشينج ذا لانجويج از ماتش از اي كان، كات ات شورت از ماتش از اي كان، وصايت بقى بيبرز اوف ماين يفضل بتاعتي عشان توري القارئ ان انا اكسبرت في الفيلد. انا في رايي هي دي اضمن حاله، انما مش ان لو انا وبالذات لو انا بقيت اكسبرت في المجال ده، فلما اكتب مثلا سفر ايتال خلاص هو هي نوز ويتاكد ان هو نفس البروتوكول، بس لازم نغير شويه لو في. انما زي ما بقول في الاول والاخر هي المجلات لو عايزه تعلى مش عايزين الورك اللي هو اكسبيرمنت اللي انا اي ام تيكينج ذس بروتوكول to do the same thing to get different results. وده ودي المجلات بتعمل كده لوحدها، وفي مجلات بتغير يعني. في مجله مثلا اللي هي انا في مجالي مثلا اسمها الفود كيمستري. الفود كيمستري بامزجه من كام سنه كانت شغاله فارماكولوجي، قررت لا انا مش عايزه فارماكولوجي، انا عايزه كيمستري. دلوقتي انا مش عايزه لا ده ولا ده، انا عايزه ماث ديفلوبمنت. ناس يعملوا لي هو بيدور على بيخش على بيشوف ايه اللي بيعمل سايتيشن، هو عايز هو كله بيدور على ايه في الاخر؟ على الامباكت بتاعه يعني مور اور ليس. بس مش صح، مش صح، لازم كله يتعامل
بس يعني هي دي اللي انا بسمعه من من الابواب يعني. طب في سؤال تاني؟ اسف. اي دكتور ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ اه قوي. مين معايا الاول؟ انا الاء. مش عارفه الاء الاء اسكندريه ولا لا؟ انا في جامعه هليوبلس، خرجت من فيتشر وحاليا انا مدرسه بتاعت هليوبلس. اهلا وسهلا يا الاء. اهلا بحضرتك. طب دكتور عايز اسالك على حاجه، موضوع الكونكلوجن بتاع البيبر ده افكر فيه ازاي؟ يعني انا كنت بكتب دلوقتي ريفيو بيبر، وكل اللي بعمله اني بجيب داتا وبجمعها بس، ما بفكرش في موضوع الكونكلوجن. يعني مثلا بقول بيبر دي بتقول ان الكابس كم مثلا الافكت بتاعه كذا كويس من الفلانيه، انا بقى يعني هقول ايه؟ يعني كونكلوجن ازاي ولا افكر في ايه واكتب ازاي؟ مش حاسه اني قادره اظبط الحته دي عندي، يعني كلها بالنسبه لي عرض ديسبلاي بس. اه هو دوت ال هو تبعتيها لي بقى وتحطيني بقى وصر. بصي يا الاء، في على فكره انا بشوف كتير جدا بيبقى الريفيو سبب رابطه هو اخر حته اللي هو ايه التيك هوم مسج. مفيش تيك هوم مسج بالذات في البيبرز العاديه، الكونكلوجن از نوت فيري سيجنيفيكانت، لكن الكونكلوجن في الريفيو از فيري فيري كريتيكال، وده اللي دايما بيكون بيبين قوه اللي كتب الريفيو ده. هو طبعا اضعف الايمان لازم في الكونكلوجن تكتبي بقى ايه الحاجات اللي هي عايزه تتعمل لسه، ايه البوتنشال كويستشن ذات هافنت بين انسرد يت، ايه الايفكت بتاعه الكابس كم ذات نيد تو بي مور انفستيجيت، ايه الميثود ذات نيدز تو بي مور ابيوز. يعني فاهم اقصد ايه؟ It has to be half conclusion و half future direction. ده أضعف الإيمان، ده أضعف الإيمان في conclusion. طبعاً ما هو برضو أنت ناوي تبعتي فين؟ يعني لو أنا ناوي أبعت لمجلة مثلاً specialized جداً impact factor of one، هو he will not be very critical. إنما مثلاً لو أنا ناوي أطلع مثلاً the impact factor مثلاً 5، لا the conclusion ده أتقل حتة، أتقل حتة. طبعا لو انت شايفه انك مش قادره، فاسلا طريقه تشوفي سيميلر توبك على سيميلر ايدي في سيميلر جورنالز جود وانز، وتشوفي هاو ذي رايت ذير كونكلوجن. اوكي. ليرنينج باي دوينج. يعني شوفي ناس اشتغلوا، مش شرط مثلا زي مثلا تقول لي الكابسايسين او الكابسيكم، شوفي حد عمل ريفيو على نبات ثاني بنفس السيم، شوفي ايه الكونكلوجن اللي هو عرضها. مش شرط تكون زي الكيس بتاعتك، بس اتليست تو جيت فليفر يعني. بس هو الكونكلوجن المفروض في ريفيو ما تبقاش كونكلوجن بس، بنسميها كونكلوجن اند وقت. حد عارف؟ ايه؟ اكزاكتلي فيوتشر برسبكتيف او فيوتشر لازم 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 لازم. الحاجه الثانيه اللي في الريفيوز كمان، ودي الحاجه اللي لازم نتعلمها، ان احنا نكتب كفر ليتر. دي عامل لها محاضره في الرايتنج، اعتقد في بعضكم حضرها، انك مهمه جدا، ويمكن اميره خطاب عارفه لان دايما اقول لها، ودايما ده الحته اللي انا لان هو ده اللي بيقراه المحرر الاديت، ومش هيقرا ريفيو على فكره كله، مش ممكن. انما الكفر ليتر لازم يبقى مكتوب بمنتهى الذكاء، مش سمرايزنج ريفيو اللي هو بسميه نوفاليتي اوف ذا ريفيو، ايه السيجنيفيكانس بتاع الريفيو ده. فديس از جونا بي ريتن ان ذا. وعلى فكره في مصر اغلبيه الناس ما قصدش حاجه، وانا بس دي اي ام شور اوف، وبره برضه بيفتكر ان الكفر ليتر عارفين هو ايه؟ العلم بالشيء هو الابستراكت. الابستراكت ويروح حاطط ده وخلاص. لا مش هو الابستراكت خالص خالص، هو تو كونفينس ذا اديتور ذات ذير از ا نوفل ثينج، مش نوت تو كونفينس مي اوف ذا ريزلتس اوف ذا اكسبيرمنتال اوف ذا جول. لا لا. وممكن على فكره لو تحب اوريكم امثله ممكن مره ثانيه، لو عامه هعرف لو انتم حسيتوا ان انتم ممكن كده ان شاء الله كمان شهر اسبوع ولا شهر نعمل الرايتنج بتاعت البيبرز العاديه برضو يعني لو تحب. انما رايتنج كفر ليتر ده مهم جدا. طب هل يا دكتور في عدد معين للبيبر، يعني صفحات معينه دي بتحدد دي حاجه كويسه؟ لا كل ما كتر كل ما احسن، او كل ما قل كل ما كان احسن؟ هو عامه الجنرال الاغلبيه لازم يجيب حاجات ريسنت ولا ممكن يرجع ورا خالص؟ لا هو للعلم الريفيو من اسباب الاتاك اللي عليه ان يكون الريفيو قديم، ده عيب مش حاجه صح. يعني ان انا اعمل ريفيو، ودي على فكره وانا فاكر مره كان عندي ريفيو اعتقد كانت مع اميره خطاب يمكن زمان، مش لو اميره تحضرني لان ساعات بنسى.
كان على كنا عاملينه وهم قبلوه، بس في الاول قالوا انتم سايتيشن بتاعتكم مش حديث، يعني مش ممكن يكون الريفيو 50% مثلا من قبل ال 2000، يعني it has to be يعني the best thing ان يكون كله من 2000 up ولاي 5% من قبل كده. It's not. بالنسبه للنمبر بقى طبعا واغلبيه الريسيرش بيبر عاده بتكون من 6000 ل 7000، انما الريفيو بتوصل ل 10000. في مجلات بقى معينه جدا دي اللي صعبه، اصعبهم على الاطلاق في الريفيو. الريفيو على فكره فيه تو ليفلز، في الريفيو العادي، في حاجه اسمها كومبريهنسيف ريفيو، ده اللي بتقبله مجلات قليله وبتبقى عاليه جدا في الاخر، ودي اللي بتسمح لك تكتبي زي ما انت عايزه وبتقول لك من الاول مالكيش يعني مش اقل من 10000، بس دي بتكون عايزه حد غطى الريفيو كويس جدا ومش يعني. ومشكلتها طبعا يعني احنا واجهناها، ما اعرفش الناس دي موجوده، انا عارف ان هي بقى قاعده شيرين الشامي. المشكله ان هو لو اترفض حله ما بتعرفيش يعني، بعد ما بتكتبي كتير بتقولي هودي ده فين؟ يعني عارفه زي بالظبط عملتي عزومه كبيره وطبختي كتير وما جالكيش ناس، طب هودي الاكل ده فين؟ يعني فاهم اقصد ايه؟ هفرقه بقى، فبتضطري تعملي ايه بقى؟ تقسميه بقى. لكن هي بس قبل ما تفكري انك هتكتبيه كومبريهنسيف تكوني واثقه انك هتعرفي، ودي مش سهله. اعلى ريفيو بقى ليفل طبعا بس ده في الميديكال، احنا بدانا فيه مؤخرا ان شاء الله، في اللي هي الميتا اناليسيس، وطبعا بتاع الفارماكولوجي عارفينه كلينيكال اكتر، اللي هو ان انت بقى تاخد ان انت تعمل شغل انت نفسك وتعمل ستاتستكس او مثلا تعمل انسيليكو موديلنج، تعمل وات ايفر يو وانت تو دو، شويه مش حاجه مش مش شويه بنش وورك، انما ده بيعلي ريفيو قوي بقى. يعني الميتا اناليسيس مقارنه بالريفيو، لا الميتا اناليسيس اعلى ليفل، اعلى انا عملت ستاتستكس تو بروف اور ديسبروف، مش بساين بوست، مش بهاويفر ونيفر ذا ليس. فاهمين انا اقصد ايه؟ حد عنده اي اسئله؟ يا دكتور بعد اذنك كنت عايز اسال على حته عمليه الايزنج اللي بيعملها الرايتر بعد ما بيكتب. يعني انا كتبت مثلا بيبر مثلا او ريفيو، عمليه الايزنج قبل ما بسلمها للاوثر بقى، يعني ازاي تعمل عمليه الايدنج؟ الكلام ذات نفسه ممكن يكون مش مترابط مثلا، ازاي مثلا ايه العمليه اللي بعملها بعد الرايتنج على طول قبل ما تسلم البحث؟ انك تسيبه انك يعني محمد مش محمد شرباجي؟ اه يا دكتور. انك كتبته تسيبه يوم واثنين وتقوم راجع تقراه تاني، هل انت فاهمه؟ هل انت شايف انك فاهم الجمل دي؟ لو انت شايف انك فاهمها يعني لو انت يعني لحد ما توصل لمرحله انك وانت بتقرا انا فاهم، بس لازم تبعد يوم او اثنين، او تديه لحد زميله تقول له اقرا ده، انت فاهم حاجه؟ يعني هو انك تبدا بس يعني فاهم يعني يو هاف تو جادج يور سيلف الاول، بس سيبه يومين ثلاثه كده. وطبعا انا دايما بقولها ليرنينج باي دوينج، يعني شوف ان لو انت مش قادر اقرا كتير بس مش تقرا عشان تنقل، عشان تعرف الكتابه كويسه ازاي. انا كان مقصدي ان برضو ان ازاي نعمل سمبليفاي بقى، يعني مثلا انت عارف حضرتك ان انا بكتب كم مثلا كذبه حصلت مثلا، ان انا بقى اعمل سمبليفاي وكونكتنج بقى الايديز دي كلها مع بعضها. ما بقى هو عامه اصل انت مش هتقعد في يوم وتكتب كله مره واحده، يعني انا مثلا انا هكتب ريفيو بعمل ايه؟ بقوم مثلا مجمع عشان ان انا هتكلم على التوبيك دي في الريفيو، هحط البيبرز بتاعتها كلها في فولدر. وبعد كده احطها في فولدر، سي مثلا حطيت 20 بيبر. اجي في ثاني يوم اقوم عامل هايلايت في البي دي اف مثلا السوفت كوبي، اقول انا هاخد الحتت دي ودي اللي انا عايز اتكلم منها. فهمني؟ واعمل عليها ستيكي نوت. وبعد كده اقول ستيكي نوت ان الجمله دي ان الحته دي من البيبر دي ماشيه مع الحته دي. يعني يو هاف تو اورجنايز ات فيرست بس وفي نفس الوقت كل مره بتيجي تقعد بتفلتر اكتر اكتر، بحيث لما تيجي تكتب تبقى معاك الكريمه اللي هتكتب منها. يعني هي مش ان انا يعني لكن لو انا بس الثاني الجمل اهم حاجه يعني تسلم على بعض. هي ما بتسلمش. اقسم لك يا محمد انها ما بتسلمش. يعني انا اغلبيه يعني انا مشكلتي الكبرى في واكيد الناس زمايلي او ان الجمل ما بتسلم، عارف لو سلمت انا في رايي الدنيا هتمشي يعني. طب وايه التولز او ايه يعني ايه الكونتكست؟ اقرا كتير اقرا كتير اقرا كتير اقرا كتير. لو انت يعني اقرا كتير تقرا كتير تكتب كويس. اقرا 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 بس ده اللي اقدر اقوله. او منتور شيب يعني فاهم يعني فاهم زي ما انا صلحت لك كده يعني فاهم بس ف يعني حد يراجع لك
وتقرا كتير يعني. تمام حضرتك الله. خلاص؟ تمام حضرتك. طيب. يعني I hope تكونوا استفدتوا، ولو أي حاجة يعني عن زير وزمايلي كتير، ويعني احنا الحمد لله بقينا فاضيين ما بنعملش حاجة أهو. دكتور إيمان معانا كمان، إيمان الزونفولي ده شرف، عايز أشكره هنا. أنا اللي متشكرة جدا محمد على المحاضرة. أنا كنت أعرف يا دكتور إيمان ما كنتش اتكلمت في الأول. ازاي ازاي يا دكتور محمد، يعني والله احنا متشكرين جدا على وقتك طبعا والمحاضرات القيمه جدا ديت. لا والله ربنا يكرمك يا دكتور ايمن، حضرتك استاذتي والله. ربنا يكرمك يا محمد والله، ده انا مسعيده والله، وان شاء الله عقبال ما نتقابل بقى وجه لوجه ان شاء الله. ان شاء الله اونلاين اوفلاين بقى احسن زينه من الاونلاين ده. دكتور مصطفى سلامتك، ومحمد ابراهيم ومحمد محمود عرفه، ازيك يا محمد؟ ورباب ورانا بشكرك، ورانا يونس طبعا، زيك يا رانا جي او سي اهي، رانا يا طه طبعا من الفند اللي بتاعتها، صابرين استفدت يا صابرين؟ مش هتسمعني ولا لا؟ سالي طارق سالي طارق. اه تمام يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يخليك يا رب يا صابرين، ربنا يكرمك. بشكركم جزيلا، وضياء حبيبي وعبد الله، وحد عنده اي سؤال خلاص؟ يعني اهي يعني هو الموضوع كده. طيب شكرا جزيلا. أيوة. السلام عليكم. دكتور سلام يا سارة، سارة عز دكتور محمد. Thank you. يعني ويلكم تو ماتش، ربنا يخليك يا سارة بجد، كانت استفدت يعني. دكتور محمد هو انا عندي سؤال بعد اذن حضرتك يعني. تمام، مين معايا بس الاول؟ انا محمد الملاح. يا محمد طلب الدكتور هشام. هو انا لو في تيبل انا بعمله وبحول التيبل ده التكست ده، هل كل بيبر هتكون قائمه بذاتها، ولا اجمع البيبرات المتشابهه واحط لها كونكلوجن في الاخر؟ لا انا مش فاهم، مش فاهم كويس يعني. يعني في تيبل عامله عن الانتي فايروس كويس. انت عامله في الريفيو بتاعك ده، ريفيو مش كده؟ كويس. لما اجي احول التيبل ده التكست ممتاز، هل كل بيبر هتكون قائمه بذاتها بالريزلت بتاعتها؟ لا 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 لا، في التيبل كانوا منفصلين، وفي ومهم جدا في التيبل تحط الريفرنس في الاخر. ايوه التيبل منفصلين، وممكن انما في التكست ممكن تجمع البيبر مع بعض وتختصر، لان انت عندك انك كمان شرحت في تيبل، فمثلا مش محتاج تحط نمبرز، مش محتاج تحط مثلا الفاليوز قوي، لانها اتحطت في التيبل، فاهمني؟ وهي دي ميزه التيبل، ان التيبل عرضت جمعته وعرضت كويس فتختصر في الكتابه، انما ما يتحولش ان التيبل هو الكتابه، فاهمني؟ وهي اللي فايدته. هو بس بيكون في اختلاف بسيط في 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 المود اوف اكشن بتاع كل، يعني كل بيبر بيبقى فيها. زي ما بقول لك انت التيبل از جونا بي، اللي اقصده ايه؟ مالوش روح. انت عملت تحط فاكتس بس طبعا انت يبقى له روح. مثلا انا في رايي يعني لو انا بعمل تيبل مثلا، بس انا مثلا بعمل تيبل مثلا للاناليسيز مثلا، ان انا ازود مثلا كولم ادفانتج اند ديس ادفانتج، ايه اللي انت شايفه ميزات البيبر دي؟ ايه عيوبها؟ صح ولا مش صح؟ يعني مثلا ان الماسد دي واز نوت سنسيتيف انف، الماسد دي واز روبست، الماسد دي كويسه بس فيري اكسبنسيف، فهمت انا اقصد ايه؟ الريزلتس دي واز فيري ليميتد لسمول نمبر اوف مايكرو اورجانيزم. حط انت ده هيحل التيبل جدا، انما ما يبقاش كله عباره عن اوبجكتيف ريزلت ريفرنس، ان انا كمان اي هاف ده بس يور اون فويس، ان انت ايه الادفانت، لان القارئ عايز يشوف ده، عايز يشوف ان انت تقول له رايك انت ايه بقى، فاهمني؟ بس رايك ان بايس، يعني مش هتكتب مثلا مسج يعني، فاهم انا قصدي ايه؟ يو هاف تو بي فيري كريتيكال، صح؟ ما تقولش حاجه يعني، فاهم؟ دي موجوده شائعه جدا في التيبل. ألف ألف شكر لحضرتك يا دكتور. عفوا يا محمد. دكتور محمد. دكتور محمد. مين معايا؟ حذف فزع يا دكتور محمد. هو العدد كبير بس الناس بدأت تقل. دكتورة سماح، دكتورة سماح. يا حمر! والله كنت بقى. عامل إيه؟ دخلتي من إمتى يا دكتورة سماح؟ ما دخلتش. بشكرك على المعلومات يا دكتور محمد. هي على قدها قوي والله. لا 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 والله. مفيدة جدا، نشكرك عليها. ربنا يكرمك يا دكتور، اديك استاذتي استاذتي والله، وحشاني جدا يا دكتوره سماح والله. وانت وين والله يا محمد؟ انا قلت ربنا يكرمك، انا من اول وانا موجوده.
يلا العظيم. بس بجد لا الحمد لله ما خدتش بالي من اللي منكم. استفدت على فكره، ما قصدتش اكبرها، صوره سماح معدتي العزيزه جدا جدا جدا. الله يخليك يا دكتور، بجد انت تفوقت علينا كلنا والله يا دكتور. تفوقت ايه؟ الله يعمل موجوده يا دكتور محمد والله.